بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا أولاد درس جديد من دروس الصف الخامس اسمه مقارنة القصور والأعداد العشرية. لامت أكبر من أو أصغر من أو يساوي. يلا نشوف في المسائل على طول. ده يقرأ إيه؟ يقرأ من جهة شرة. طب ده من جهة الشمال 30 صحيح و2 من عشرة. الصحيح هنا 29، الصحيح هنا 30. اللي معاه فلوس أكتر يبقى هو الأكبر. تمام؟ اللي بعدها ده معاه 68 جنيه وده 68 جنيه، متعادلين. طالما متعادلين نلعب ضربات جزاء. نبص للكسر، هنا كسر وهنا كسر، ولكن دول رقمين عشريين ودول ثلاث أرقام، ده كده مش موزونة. ينفع ده يشوط ضربتين وده ثلاث ضربات؟ لا، نيجي للقليل ده ونحط له صفر هنا، يبقى يقرأ 20 من 1000 وده يقرأ 20 من 1000. يبقى العلامة علامة إيه يا جماعة؟ العلامة علامة يساوي، ما ظهرتش إلا ما وزننا المسألة. يلا واحدة تانية نبص على الصحيح، 45 جنيه 45 جنيه، الاثنين متعادلين. نلعب ضربات جزاء، نبص للكسر الاقي ثلاث ارقام وهنا ثلاث ارقام، يعني موزونه، ولكن دي تقرا 84 من 1000 ودي تقرا 82 من 1000. تمام، يبقى مين الاكبر، ال 84 ولا ال 82؟ طبعا ال 84. يلا واحدة تانية، هنا 10 جنيه هنا 10 جنيه، تعادل. طالما الصحيح قد الصحيح نروح للكسر، طب دول رقمين وده رقم، نوزن المسألة، نيجي لأبو رقمين ده الأكتر وأبو رقم نديله صفر على اليمين، بقى 10 من 100 وده 11، مين اللي يكسب؟ ال 11. واحدة تانية، هنا 94 جنيه 94 جنيه، تعادل. طب هنا رقمين وهنا رقمين، تمام موزونة، ولكن دي 3 من 100 دي 5 من 100 دي تكسب. نبص هنا 72 72، تعادل. نلعب ضربات جزاء، ولكن دول ثلاث أرقام وده رقم، ما يصحش. نيجي للقليل ونديله صفرين علشان نخليها 3 قصاد 3، بقى ده 125 وده 400 من 1000، يبقى ده اللي يكسب. شفتوا سهله ازاي؟ واحده كمان يلا حبايبي، علامه اكبر من واصغر من او يساوي، 36 جنيه ودي زيها تعادل في العدد الصحيح. نروح للكسر اتاكد ان هم قد بعض في الارقام، 3 قصاد 3 تمام، دي 147 دي 26، مين اللي يكسب ال 147؟ سامع ولد بيقول لي انا اشطر منك يا مستر، بقول له ليه؟ قال لي مش ال 36 قد دي؟ قلت له اه، قال لي نروح نبص على الرقم اللي بعد العلامه، ده واحد، هنا زيرو يبقى الواحد يكسب. قلت له تمام، طريقه تانيه وجميله. واحده تانيه، 2 جنيه 2 جنيه، تعادل. تمام، يلا نشوف اللي بعدها. يجي ولد يقول نوزن المسألة، أقول له أوكي، دي رقمين ودي ثلاث أرقام، يبقى نيجي لأبو رقمين ونحط له صفر على اليمين، دي تقرأ 10 من 1000 دي 99 من 1000، يبقى هي اللي تكسب. واحدة كمان يلا يا أولاد، 41 جنيه 41 جنيه، دي قد دي. نروح للكسر، هنا رقمين هنا ثلاثة، ندي للرقمين زيرو، ده دي شبه دي، يبقى علامة يساوي. واحدة كمان، هنا 8 جنيه هنا 87 جنيه، يبقى ده اللي يكسب. سامع ولد بيقول استنى يا مستر بس، ده رقم قصاد رقمين، أقول له تمام، يقول لي أنت ليه هنا ما وزنتش المسألة؟ أقول له الوزن لمين؟ للكسر العشري بس، إلا على اليمين، لكن ما نوزنش الصحيح، ده رقم آه، ده رقمين آه ما يتوزنوش، اللي معاه أرقام أكتر يبقى هو الأكبر. واحدة كمان، هنا 69 69، تعادل. نلعب ضربات جزاء، ده رقم وده رقمين، هنا نوزن. اشمعنى وزنت هنا؟ لأن ده كسر، 50 من 100 39 من 100، يبقى ده اللي يكسب، وهكذا. واحدة كمان وأسيب لك الباقي، 98 جنيه 98 جنيه، ده قد ده. نروح للكسر، هنا ثلاث أرقام وهنا ثلاث أرقام، يبقى المسألة دي إيه؟ موزونة، 3 قصاد 3، بس دي تقرأ 13، دي 101، يبقى دي الأكبر. شفتوا المقارنة جميلة إزاي؟ خلصنا المقارنة، روح للترتيب. المرة دي ترتيب إيه؟ ترتيب تصاعدي. يعني إيه ترتيب تصاعدي؟ يعني ابدأ بمين؟ ابدأ بالأصغر وانت صاعد السلم، مين الأصغر للأكبر؟ طب أعرف الصغير إزاي؟ بص على الصحيح، ده 3 جنيه 3 جنيه، 2 جنيه 2 جنيه، 3 جنيه، يبقى عندنا أغنياء اللي معاهم 3 وعندنا فقراء اللي معاهم 2، يبقى مين الصغير؟ يا اللي 2 جنيه دي يا دي. طب مين الأصغر؟ اللي 2 دي وراها 3،
الاتنين دي وراها 8، يبقى ده الصغير، يبقى ده نمبر 1، وابن عم ده نمبر 2. كده انا خلصت اللي معاه 2 جنيه. طب نيجي لل3 جنيه، 3 وراها 0، 3 وراها 0، 3 وراها 4، يبقى مين الصغير اللي وراه 0؟ طب ما هم متعادلين، الزيرو ده وراه 4، الزيرو ده وراه 3، يبقى ده الاصغر، يبقى ده الثالث، يبقى ده الرابع، والغني بتاعهم اللي كان وراه 4 يبقى ده الايه الخامس. سامع ولد بيقول لي خلاص يا مستر حامد انت عملت ايه؟ انت رقمت. اقول له تمام انا رقمت. طب لما نيجي نرتب ابدا من اليمين ولا ابدا من اليسار؟ على فكره انت عندك حريه، لو كان الراجل سايب لك كده من غير اي اتجاه عندك استعداد تعمل سهم هنا وتبدا من اليمين، ممكن تعمل سهم هنا وتبدأ من الشمال. طب افرض اللي هو اللي عامل لي السهم يبقى تمشي وراه. طب هنا ما عملش، واحد عايز يعمل سهم كده ويبدأ الاولاني هنا، اوكي، يبقى مين اللي كاتب عليه نمبر 1؟ 2 و 351. مين اللي كاتب عليه نمبر 2؟ 2 و 892. مين اللي كاتب عليه نمبر 3؟ 3 و 34 من 1000. اللي كاتب عليه 4 اهو 3 وكام؟ 41 من 1000. تمام؟ تمام. اللي كاتب عليه نمرة 5 3 و 401 من 1000. أنا بدأت الترتيب منين؟ من اليمين، عشان كده عملت سهم وكتبت هنا البداية. طب لو ولد عايز يبدأ من الشمال أقول له مفيش مشكلة، اعمل سهم ويبدأ من الشمال، أنا حليت واحدة وأنت واحدة. سؤال تاني، اضرب دي 3 و1 من 10 في 10، نعمل إيه يا جماعة؟ مين فاكر الطريقة؟ الطريقة في الضرب إيه اللي بيحصل؟ حركة واحدة بيحصل ترقية، التلاتة دي أحد تتزق تروح عشرات، الواحد ده جزء من 10 يتزق يروح أحد، تبقى الإجابة كام؟ 31 صحيح، اترقى في الضرب. طب لو كانت قسمة نعمل إيه يا جماعة؟ نكتب الأرقام أهي زي ما هي 598، والإزاحة هتحصل كده جهة الإيه اليمين خطوة واحدة، يبقى البوينت يجي فين؟ يجي بين الثمانية والتسعة. القيمة المكانية للرقم 5 هي جزء من 1000، يعني الخمسة في بيت الجزء من 1000، يبقى قيمة الخمسة كام؟ ما دام في جزء من 1000 يبقى 5 من 1000، 5 2.20 بعدين بوينت. هنا تعرف تجمع ده؟ أقول له أه، ده صحيح وده صحيح وده كسر، جمع ال 700 زائد الأربعة يبقى 704.4 من 1000، يبقى تتكتب في الكسر العشري. دول أربع أرقام، رقم في الصحيح وثلاثة في العشر، إزاي تفكهم؟ أقول له فهمتك، يبقى أنت عايز تعملها صيغة ممتدة، 2 أحاد ب2، 6 في الجزء 4 من 100، 7 في الجزء من 1000 بسبعة من 1000، بسبعة من 1000. اللي بعده الكسر العشر اللي بيعبر عن الجزء المظلل، دول 1000 وحدة، كل عمود بالطول ب100، 100 200 300 400 500 600 700، وهنا 3 مربعات ب30، يبقى الإجابة 730 من إيه؟ من 1000، لأن 730 مربع صغنن. تصاعديا هنبص لمين؟ للصحيح أول، تاني، تالت، رابع، خامس. يلا نقرأ، هنا 6 جنيه، هنا 36، هنا 63، هنا 36، هنا 6. مين الأصغر اللي معاه 6 جنيه؟ يبقى يا ده يا ده. جميل جميل، الستة دي وراها 3 من 10، الستة دي وراها 2، يبقى ده نمبر 1. شفت ازاي؟ وابن عمه نمبر 2. خلصت من الفقرة، نيجي للأغنى منهم سنة، 36 جنيه، بس موجودة مرتين، 36 وراها 0، 36 وراها 1، يبقى ده الغلبان، ده التالت، وابن عمه ده الرابع. أمال مين الغني بتاعهم اللي معاه 63 جنيه؟ كده انا رقمت. طب عايز ارتب، يا تبدا من هنا وتعمل سهم يا تبدا من هنا وتعمل سهم. مساله كمان، كتله احمد اهي، كتله رهام اهي، ايهما اثقل؟ نبص للعدد الصحيح، 45 45 متعادلين. طب نبص للكسر، ضربات جزاء، هنا رقمين هنا 3 ارقام، يبقى نحط للغلبان ده 0، 680 من 1000 دي 608. مين الاكبر؟ ال 45 بوينت 680 بتوع احمد ولا ال 45 بوينت 608 بتوع رهام؟ طبعا ال 680، يبقى كتله مين اكبر؟ يبقى كتله احمد اكبر من كتله رهام، من كتلة رهام. سؤال صح وغلط، أخيرا القيمة المكانية للثلاثة في العدد العشر ده هي جزء من 10، أقول له أنا شايف الثلاثة أهي، ده بيت الآحاد، يبقى كلامك غلط، العدد ده أصغر من ده،
ده معاه 9 جنيه يبقى ده الأصغر. كلامك غلط. اللي بعده، لو ضربت في 10 قيمة الرقم بتزيد 10 أضعاف. أيوة بتترقى وبتنتقل خانة ب 10 أضعاف. 76 جزء من 100 و8 جزء من 1000 يعملوا العدد ده؟ أقول له راجع مع نفسي، 76 جزء من 100 يعني الجزء لحد الجزء من 100 رقمين أهم أهم، و8 في جزء من 1000 تيجي هنا، هل ده شبه ده؟ أيوة يبقى العبارتين صحيح تمام. و4 من 1000 أربعة جزء من 1000، أقول له كلامك صح كلامك صح. كده خلص درس مقارنة وترتيب القصور والأعداد العشرية. يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم.